السعة هي قياس كمية الفراغ داخل أي إناء أو سائل الموجود بداخله. سعة الإناء هي حجم السائل الذي يملأه تماما، وعدد القياس اللتر، الدي سي متر كيوبيك يساوي 1000 سنتيمتر كيوبيك، أو اللتر المكعب يساوي ديسيمتر مكعب، نحوله ل1000 سنتيمتر مكعب يساوي 10 ديسيلتر مكعب. اللتر بيساوي 1 سنتيمتر مكعب، الملي لتر بواحد سنتيمتر مكعب، ورمزه ملي. اللتر يساوي 1000 مللتر، اللتر يساوي 1000 مللتر. اللتر والملي لتر هما وحدتا قياس مترية للسعة. وعلى سبيل المثال يتسع حمام السباحة أولمبي لحوالي 500 ألف لتر من الماء تقريبا. تستطيع التحويل من اللتر للملي لتر بالضرب، تستعويل وتستطيع التحويل من الملي لتر إلى اللتر بالقسمة، إما بالضرب في 1000، 7 لتر يساوي 7000 مللتر، 3500 مللتر بنقسمهم على 1000 يبقى 3.5 لتر. 7 لتر يساوي 7000 مللتر، 3500 مللتر يساوي 3.5 لتر. هناك وحدتان فقط يتم استخدامهما لقياس السعة المترية للسوائل، وهما اللتر والمليلتر، ولذلك يجب التعرف على أحجامهما، وهي المليلتر. المليلتر تعريفه عبارة عن سعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعه 1 سنتي، ويستخدم للتعبير عن كميات السوائل ذات الأحجام الصغيرة مثل قطرات المياه أو الدواء المتواجد داخل حقنة. اللتر هو عبارة عن سعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعه 10 سنتي،